بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر استاذ الدكتور سامع عرفه والدكتوره سونيا والدكتوره فاتن على دعوتي باشير بيرسون معاهم. التوك الاخيره هي مسك الختام وال يعني التحليه بتاعت الورك شوب النهارده. معانا استاذ الدكتور ماجد الشيخ، طبعا ايمننت بروفيسور ان درماتولوجي، هيد اوف درماتولوجي ديبارتمنت. الحمد لله على السلامه يا فندم، نورت بورسعيد. هيد اوف درماتولوجي ديبارتمنت في الجلاء ميليتري هوسبيتال، وطبعا يعني له باع طويل وشهره في الدرماتولوجي. واللي عايز ده طبعا يعرف اكتر يدور في المنتديات كلها لما بيسالوا على اشطر دكتور درماتولوجي، فبنلاقي دايما اسم الدكتور ماجد. هيكلمنا النهارده هيكلمنا عن حاجات كتيره جدا، وهنستمتع طبعا محاضره مميزه جدا. بيدياتريك اتوبيك درماتيتس اند ارتيكاليا. اتفضل. نبدا بالاميونيتي. بشكر استاذ الدكتور محمد على التقديم الفاخر، واشكر اخويا وحبيبي وصديقي دكتور اسامه عرفه اللي دعاني، طبعا ما اتاخرش عنه ابدا ابدا. بشكر بورسعيد واهل بورسعيد ودكاتره بورسعيد اطفال وجلديه، وان شاء الله هدي محاضره ثلاثه في واحد. ما دام جاي في يوم الحساسيه في الالرجي داي، ف هتكلم على الالرجي في الجلديه. ما دام اتكلم على الالرجي لازم اشوف الاميونيتي حكايته ايه. هتكلم على الاكزيما والاتوبيك درماتيتس حكايتها ايه، ونتكلم على الارتكاريا وعلاجه الجديد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونبدا البتاع ده بيشتغل ازاي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تعال اتكلم بقى على الاميونيتي من الاول خالص، بيزك ارتكاريا واكزيما وحساسيه في الجلد. ونقول ان الاميون سيستم، هبدا بيزك خالص، يا اما سيل ميديتد اميونيتي يا اما هيمورال اميونيتي. تعال نشوف كده مع بعض سيلز اوف اميون سيستم، يا اما جرانيولوسايتس، سيل كونتيننج جرانيولز زي النيتروفيل الايزينوفيل والبيزوفيل، الليمفوسايتس البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت طبعا مع الناتشرال كيلر سيل دي ليمفوسايتس، المونوسايتس زي الماكروفاج والدندريتك سيلز زي لانجرهان سيلز. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه. لما اجي اقول ببساطه شديده الاميونيتي عباره عن ايه؟ انا هقول لك الاميونيتي واحفظه لك في نص ساعه. الاميونيتي يا اما نون سبيسيفيك اميونيتي، مش محتاجه بريفس اكسبوجر تو انتيجين تو بي ديفلوب، او سبيسيفيك اميونيتي. في اغنيه لكاظم الساهر، انا بحب كاظم قوي، بيقول لك كلك على بعضك ايه؟ عندنا بقى بيغني لنا اغنيه بيقول لك ايه؟ كلك على بعضك مناعه، جلدك مناعه، عينك مناعه، نوز مناعه، التيرز مناعه، السويتنج مناعه، فكلك على بعضك نون سبيسيفيك اميونيتي. امال سبيسيفيك اميونيتي دي ايه؟ قلنا يا اما سيل ميديتد اميونيتي يا اما الهيمورال اميونيتي. سيل ميديتد اميونيتي يا اما التي سبريسور او التي هيلبر، والتي هيلبر بيزيكالي كده ببساطه شديده هنقول ان هي التي هيلبر 1، وما دام هي التي هيلبر والسيل ميديتد اولى لك فاولى، فتساعد السيل ميديتد اميونيتي. انما التي هيلبر 2 هتساعد لي الهيمورال اميونيتي. تاني يبقى المناعه بشكل بسيط جدا مبسط اي اميونيتي هي نون سبيسيفيك اميونيتي، كلنا مناعه، التيرز مناعه، بلينكينج بتاعت الاي مناعه، سلايفا مناعه، تونسز مناعه، ادينويد مناعه، السويدنج مناعه، فاجينا كله مناعه.
كل لك على بعضك ما السبيسيفيك محتاجه بريفيس اكسبوجر تو انجن تو بي ديفلوب. قلنا لما السيل ميديتد لما الهيمورال والسيل ميديتد لاما تي سبريسور والتي هيلبر ببساطه جيده. التي هيلبر تي هيلبر 1 تساعد السيل ميديتد، تي هيلبر 2 هتساعد الهيمورال اميونتي اللي هم الاميونوجلوبولين. الاميونوجلوبولين هم 5 اميونوجلوبولينز، ومش عارف هي صدفه ولا مش صدفه. هم ماجد اكيد مش صدفه، ام اي جي اي دي اشمعنى يعني ما اعرفش، بس اكيد مش صدفه. طيب تعال شوف الاميونوجلوبولين ده حكايته ايه. الاميونوجلوبولين ده عباره عن بروتين. الاميونوجلوبولين عباره عن بروتين ماشي في دمي بنفس الشكل ده. هو شكله كده بجد في الدم ولا دي رسمه كروكي؟ ايه رايكم يا جماعه؟ شكله كده بجد يعني بالاي ام بالالكترون مايكروسكوب شكله كده؟ اوه شكله كده كده بجد؟ اه والله العظيم شكله كده. طب هو معمول من ايه؟ بص معايا، ما دام هو بروتين خلي بالك دي لايت تشين ودي الهيفي تشين، دي الهيفي تشين ودي اللايت تشين. ما دام هو بروتين ماشي في دمي يبقى لازم يبدا بامين جروب ويخلص بكربوكسيل جروب. اي بروتين في الدنيا يبدا بامين ان اتش 3 ويخلص بكربوكسيل، يبدا بامين ويبقى ده بروتين ماشي في الدم. ماشي اتنين لايت تشين واتنين هيفي تشين. طيب بص معايا، لو بصينا على اللايت تشين هتلاقي فيها فاريبل دومينز وكونستنت دومين، واحد فاريبل واحد كونستنت. طب في الهيفي تشين فاريبل دومينز كونستنت 1 كونستنت 2 كونستنت، اصلها طويله قوي. نفس الكلام في اللايت تشين والهيفي تشين على الناحيه الثانيه. الله، انا شايف ان في حاجه اسمها فاريبل دومينز، دي فاريبل وكل الباقي كونستنت. يعني ايه كونستنت؟ هي كونستنت تشين موجودة في كل أنواع الإيمونوجلوبولين، هي كونستنت، السيكونس بتاعتها كونستنت في الإيمونوجلوبولين A M G E D. أمال الفاريبل مين؟ هو الجزء الخارجي اللي بيفيس الأنتيجين. ليه؟ أنا عندي تو أنتيجينيك أو تو بايندينج بوينتس في الإيمونوجلوبولين، حاجة اسمها فاب وحاجة اسمها إف سي. فاب إيمونوجلوبولين فراجمنت انتيجينيك بايندينج، الجزء من الاميونوجلوبولين اللي بيمسك الانتيجين اسمه ايه يا جماعه؟ فاب فراجمنت انتيجينيك بايندينج، ده بيمسك العدو. في جزء تحت اسمه اف سي فراجمنت كريستالايزابل، ده بيمسك حبايبه، يمسك المات سيل، يمسك الدندريتك سيل، يمسك البيزوفيل. يبقى خلي بالك ده الاميونوجلوبولين. على فكره شغلة الاميونوجلوبولين ان يمسك انتيجين، هيمسكه بايه؟ بالفاب فراجمنت انتيجينيك بايندينج. لو الاميونوجلوبولين مسك الانتيجين ولا يقدر يعمل له حاجة. ولا يقدر يعمل له حاجة. لازم انذر هيلفول بارتكل يمسك في الاف سي، ساعتها ما بقاش اسمه انتيجين انتيبودي، بقى اسمه انتيجين انتيبودي اميون كومبلكس. يبقى ببساطه شديده الاميونوجلوبولين ده عباره عن بروتين ماشي في دمي معمول من 2 لايت تشين و2 هيفي تشين، والجزء الخارجي اللي هو فيه الفاب فراجمنت انتيجينيك بايندينج ده اسمه الفاريبل دومينز، هو فاريبل في السيكونس بتاعته اكوردنج لنوع الاميونوجلوبولين واكوردنج للانتيجين اللي عايز يمسكه. في نقطه مهمه، انا عارف جاي لكم اخر يوم ويوم طويل وعويص، بس حاجه بسيطه كده دكاتره الصغننين بيقروها كتير بس ناسيينها. الكومبلمنت، عارفين الكومبلمنت مهم ولا لا؟ مين عنده كومبلمنت في دمه دلوقتي؟ مين؟ لا انا الدكتور اسامه. بصوا يا جماعه نفهم الكومبلمنت ده حكايته ايه. الكومبلمنت عمار عن ميكروباص فيه 9 تنفور، عباره عن ايه؟ كل واحد بقى يتخيل الميكروباص بتاعه بلونه، كل واحد بقى حر في لونه، واللي سايق الميكروباص هو الكومبلمنت 1.
قافلين الباب بتاع الميكروباص وماشي عمال يقول محدش عايز حاجة، محدش عايز مني حاجة. ده مين ده؟ كومنت وان. مش هيركن وينزل التسع جنود اللي معاه غير لو لقى انتيجين انتيبودي. نقول تاني، فاكر لما قلت لك اي انتيبودي ماسك في انتيجين يقدر يعمل له حاجه؟ نيفر. لغايه ما يجي مين؟ حاجه يمسك في اسمها ايه اللي تحت دي؟ جدع، اف سي فراجمنت كريستالايزوم. ماشي. فالحكايه بتاعتنا ادي انتيجين مسك فيه انتيبودي. ماشي الكومبلمنت، محدش عايز حاجة يا جماعة، مفيش انتي بودي ماسك في انتيجين، محدش عايز مني حاجة. فجأة الكومبلمنت لاقي انتيجين انتي بودي ماسك فيه. ففتح باب الميكروباص وقال يا كومبلمنت هتنزلوا بالترتيب اللي أنا هقوله. بالترتيب اللي أنا هقوله، يلا احفظوا معايا بقى، صغننين. يلا كومبلمنت أربعة وكومبلمنت اتنين ينزلوا. هيتقسموا الكومبلمنت أربعة إيه واتنين إيه ويروحوا الدم. كمل معايا على السل، كمل معايا هنا. كومبلمنت واحد أربعة بي واتنين بي، أنتوا معايا ولا لأ؟ تاني مسك كومبلمنت وان وهيبدأ ينزل بترتيب معين ليها فكرة، هنعرفها حالا. يلا كومبلمنت أربعة واتنين ينزلوا. اتقسموا كومبلمنت أربعة واتنين إيه وروحوا للدم. كمل معايا كومبلمنت أربعة بي واتنين بي. يلا اللي بعده. كومبلمنت ثلاثة جاهز؟ اه يلا انزل. هيتقسم لايه؟ يلا يا شباب يتقسم لايه؟ ثلاثة ايه؟ روح للدم وكمل معايا. كومبلمنت 1 4B 2B 3B 3B. يقول له على فكرة، على فكرة أنا أقدر أخلصك من الليلة. أنت؟ أخلصك من الليلة كلها. إزاي يعني؟ بالأوبسينايزيشن. بالعربي يعني بالاغراء. ايه اغراء؟ اغراء مين؟ هغري الماكروفيج. اصل الماكروفيج عند اوبسينايزيشن الترجمه بتاعت اغراء. هغري الماكروفيج واقول لها ايه؟ بصي بصي انا اهو كومبلمنت 3 بي اهو، تعالي خلصينا، تعالي كلينا. بس مش دايما الكومبلمنت 3 بي جدعه. يلا خلص مش مخلص، خلص بقى مش مخلص. يا عم يلا انت تقرفنا، نزل كومبلمنت خمسة، ينزل كومبلمنت خمسة. ها كومبلمنت خمسة يتقسم لإيه؟ يلا كومبلمنت خمسة إيه ويروح للدم ويكمل معايا. يلا نقول مع بعض كومبلمنت 1 يلا 4B 2B 3B 5B. ماليش أنا في الشغل بتاع يلا بقى الأربعة اللي ورا في الميكروباص ينزلوا. باقي مين يا جماعة؟ ست وسبعة وثمانية وتسعة. يلا 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 انزلوا بسرعة، مفيش عندي مفيش وقت تتقسموا. يلا يبقى عندي الكومبلكس اسمه ايه؟ بص معايا كومبلمنت 1 4B. حد حفظها؟ 2B 3B 5B 6 7 8 9. عارفة 6 7 8 9 اسمها ايه؟ ممبرين اتاك يونت، سيل ممبرين اتاك يونت. واعمل لايسز للسيل، ادي تاني طريقة ممكن اتخلص بيها من الانتيجين. حد فاكر اول طريقه كومبلمنت 3 بي كان عمل ايه؟ مش سامع، عمل ايه؟ اوبسينايزيشن، نادى للماكروفاج وكلني. الطريقه الثانيه عن طريق الممبرين اتاك يونت، سيل ممبرين اتاك يونت، هبوظ السلكتيف برميابيلتي، تخش ميه يحصل لايسس للسيل. ادي ثاني طريقه. في طريقه ثالثه؟ اه في طريقه ثالثه. فاكرين الاهات؟ كان مين الاهات دول؟ حد فاكرهم؟ ها؟ اللي راحوا للدم دول انا بسميهم، وعذرا يعني احنا في مؤتمر محترم، بسميهم النسوان. ليه بسميهم النسوان؟ في اي خناقه النسوان يروح يعملوا ايه؟ يا خراب اه يصوتوا. دول بيعملوا ايه؟ يروحوا ينادوا لي للانفلاماتوري سيلز، الحقوا في خناقه فوق الحقونا. يروح جاي ايه؟ النيوتروفيل اقوى سيلز في الدنيا تروح جايه تعمل لي سيل لايسز. دي ببساطه شديده جدا 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 الكومبلمنت سيستم اللي احنا بنحتاجه في حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها حالا.
تعالى نشوف بقى ايه الفانكشن بتاع الكومبلمنت. انا قلته على فكره، واحد سايتوليسيس علم بقى عن طريق الممبرين اتاك يونت، فاكرينهم الاربعه اللي في الميكروباص 6 7 8 9 يلا اهم بصي اهم بص عمل ايه؟ عمل ايه؟ دخل الووتر جوه السيلز، بوظ السيلكتيف بيرميبيلتي، دخل الووتر جوه السيلز سايتولزي بقى اول فانكشن ليه الكومبلمنت سايتولزي. اثنين اوبا اوبسونايزيشن، العلم عايز كده. طب مين اللي عمل اوبسونايزيشن؟ اهو كومبلمنت ثلاثة. مين عمل ايه؟ نادل الماكروف، اصل في ريسبتور ليه الماكروفيش جوه عن الكومبلمنت ثلاثة، فممكن يعمل ايه؟ فاجوسايتوزز الانتيجين عن طريق ما يسمى بالاوبسونايزيشن، بوم فرقع السل. ثلاثة واخيرا انفلاماتوري رياكشن، فاكرين الاهات؟ اثنين ايه؟ أربعة إيه؟ ثلاثة إيه؟ خمسة إيه؟ هم الإيهات هم عمل إيه؟ يا لاوي في أنتيجين راحت نادت للإنفلاماتوري سيلز، أهمهم النيوتروفيل، نادت للإنفلاماتوري سيلز عشان تفرقع لي السيل دي ببساطة شديدة الكومبلمنت سيستم سهلة. الحمد لله كرتون بيعمل في بكرة فيلم كرتون دونت ميس إت إن شاء الله، عامل لكم فيلم كرتون الجمعة بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله. طيب كده انا اتكلمنا على المناعة ببساطة، اتكلمنا على الكومبلمنت سيستم، هتكلم على الابليكيشن بتاعه دلوقتي حالا. طب تعالى نتكلم على الهايبر سنسيفتي رياكشن، وده جزء لا يتجزأ من المحاضرة بتاعتنا النهارده. طبعا عندنا مينلي فور هايبر سنسيفتي رياكشن، تايب 1 اللي بنسميه انافيلاكتيك. هقول ببساطة وبسرعة، تعالى نشوف الحكاية. ده الجلد، الراجل ده كل اسبوع بياكل سمك، هقولها ببساطه شديده جدا، كل اسبوع بياكل سمك، جه النهارده كل سمك حصل حاجه غريبه قوي. ايه بقى؟ طلع اي جي اي مسكت على المصل اللي انا رسمه بالبرتقالي ده، الجلد ده الابيدرمس وده الدرمس، وجوه الدرمس فيه المصل، المصل دي من الجرانيولو سايتس مليانه جرانيولز، لما بيحصل لها دي جرانيوليشن بيطلع منها هيستامين، صح؟ عشان كده هي جرانيولو سايت. الراجل بياكل سمك عادي النهارده، بس تم اعتبار السمك انتيجين. ليه؟ لما اكلت سمك طلع اي جي اي ومسك على المصل، بس مسك على المصل مسكت عدو ولا حبيب؟ طب بص عليا كده كويس، حبيب مسك بالاف سي فورشا. بصي هو الانتيجين اهو فراجمنت انتيجينيك بايندينج اهو يا حبيب، اهو ده مسكت حبيب، فما يعملش حاجه، مستني ايه؟ مستني السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين. جه الجمعه اللي بعدها، احنا عندنا في مصر كل جمعه بناكل سمك، انا اعرف انتوا بتاكلوا كل اسبوع سمك بس الجمعه بتاكلوا لحمه. احنا عكسكم بالظبط. بص معايا بقى، مع السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين حصل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن على المصل فرقعت، فحصل ايه؟ ديجرانيوليشن. لما حصل ديجرانيوليشن طلع الهيستامين هيعمل لي ايه؟ بص هيعمل رياكشن، لان الرياكشن لوكالايزد على اورجن اسميها اتوبي، يعني كل ما ياكل سمك يجي له اتوبيك كونجكتيفايتس، كل ما ياكل سمك يجي له اتوبيك راينايتس، كل ما ياكل سمك يجي له برونكيال ازما، كل ما ياكل سمك يهرش في جلده في حتت معينه اكوردنج لسنه اسمها اتوبيك درماتايتس. يبقى واتس اتوبي؟ از لوكالايزد فورم، از لوكالايزد فورم اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. امال الجنرالايز فورم بتبقى ايه؟ والله لو ميت واخد الجلد بس اسمها ارتكاريا، لو سيفير وواخده الجلد والسبكتين يستشو اسمها انافيلاكسيز، اللي ممكن تخش على انافيلاكتيك شوك اللي ممكن تموت العيان. يبقى ببساطه شديده جدا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو اسمه الايميديت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو اسمه انافيلاكتيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ببساطه اتعرضت للانتيجين فور ذا فيرست تايم، طلع الال جي اي مسكت على المفصل ماسكه كده مستنيه السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين. مع السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين هيحصل ايه؟ انتيجين انتي بودي ممكن بريكس فتربشر
مصل لو حصل الكلام ده لوكالايز على مستوى اورجان اورجان قلنا بنسميه اتوبي، لو جنرالايز على مستوى الجلد كله، بس الجلد كله يعتبر ميه يبقى ارتكاريا. لو سبق دين يستيشو يعمل لي انافلكس. على فكره طيب تو هايبر سيبتراكشن احنا خدناه، عارفين ليه؟ طيب تو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن خدناه، اسمه سايتوتوكسيك. سايتوتوكسيك خدناه، سايتوتوكسيك ايوه، ما ده بتاع الكومبلمنت بتاع السيل لايسيس. بصي الله، ايوه هم 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 فاكرين كان عن طريق كومبلمنت 3 بي كان بيعمل ايه؟ اسمعها كده، اسمعها ايه؟ لوبسونايزيشن 6 و7 و8 و9 كان اسمها ايه؟ ممبرين لايسيس او ممبرين اتاك يونت. وكان الايهات بتعمل ايه؟ الايهات سيل لايسيس عن طريق بقى حاجه اسمها ايه؟ انتي بودي ديبندنت سيلولر سايتوتوكسيستي. تاني طيب تو هايبر سنسيفيتي رياكشن هو بتاع الكومبلمنت، هو الكومبلمنت بالظبط. عشان كده لما جيت كلمتك عليه هو عباره عن سيل لايسيس، هديك مثال عليه حالا. بدمر الانتيجين عن طريق كومبلمنت فيكسيشن اون ذا سيل سيرفيس اللي هو ممبرين اتاك يونت، عن طريق الاوبسنايزيشن 3 بي انتي بودي ديبندنت سيلولر سايتوتوكسيستي. تعال نفهمها دي. ايه اللي حصل؟ فاكرين الايهات؟ الايهات عملت ايه؟ نادت النيوتروفيل صح؟ بص 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 اقول لك السكه ايه؟ كان فيه انتيجين بس فيه انتي بودي، بص بص انتيجين بس فيه انتي بودي والكومبلمنت سيستم اهو صح؟ انتيجين انتي بودي ومين كومبلكس، والايهات راحت تنادي للنيوتروفيل عشان تدمر لي السيل دي طريقه ثالثه. بص معايا اسمها ايه؟ انتي بودي. يقول لك يا انتي بودي ديبندنت سيلولر سايت توكسيستي، ما كانتش السيلز جت ودمرت لي الانتيجين. بص اسمها ايه؟ انتي بودي ديبندنت سيلولر نيتروفيل، نيتروفيل ديبندنت سيلولر سايت توكسيستي. طيب هي مهمه في ايه حته الكومبلمنت سيستم؟ بص يا شباب انا فصيله دمي ايه؟ خدت دم فصيله دم بي، حلو، يعني الريد بلاد سيلز عليها انتيجين اسمه بي. هل البي ده عندي؟ حلو، خدت الدم يحصل ايه؟ ماشي في دم الميكروباص في كام عنصر؟ مش سامع؟ 9. يا نهار اسود السواق، يا نهار اسود الحقوا في ريد بلاد سيلز عليها بي انتيجين. يا كومبلمنت ها مين هينزل الاول؟ 4 و2 انزلوا، وينزل السيكونس بتاعتي معايا، ينزل يعمل ايه؟ يمسك في الانتيجين اللي هو البي في الريد بلاد سيلز ويدمرها، يعمل لي سايتوليسيس. قصده شريف ولا لا؟ هو قصده شريف، عايز يخلصني من انتيجين، بس ده بتيجي عليا بهيموليسيس معايا ولا لا؟ فهو بس هو قصده شريف، هو بيمنعني، هو حمايه، هو منع. يبقى هذا الكومبلمنت سيستم او السيتوليسيس او طيب تو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بتفسر لي الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، بتفسر لي كل اورجان ريجكشن في الدنيا. ما هو تفسير الاورجان ريجكشن؟ طيب تو هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ميديتد عن طريق الكومبلمنت سيستم. طيب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ده ليه حكايه بقى؟ يمكن الدكتور اسامه الشخصيه ما عرفهاش، ويمكن صحاب هيلنا النفس ما عرفهاش. ان الفندق بتاعنا ده يا جماعه مبني على مقابر. والحكايه دي لا 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 قصه حقيقيه، وبالوثائق معايا وثائق. وهذه الحكايه لا تتجزا عن المحاضره في شيء يعني. المهم مبني على مقابر، طلع الفندق
زمان طبعا العفاريت كانت بتطلع بقى بالليل قاعد في البلكونة اللي خايف يروح. المهم العفاريت بعدين كده المؤتمر اللي فات ومؤتمر كنا نايم مع عفريت المؤتمر اللي فات ومراتي ما جاتش نايم مع العفريت. بعدين كده لقى شنط ماشيه ميه بتتشرب ورق طاير. وبعدين بقى فبقول للدكتور اسامه بيقول لا لا ده كسبر ده طيب قوي عايز صح يعني صديق الاطفال حتى يعني. طيب مش موزي مش موزي طيب بس احنا عايزين نخلص منه بقى نعمل ايه؟ قال لي انا اكلم الواد عصام اللي بره ده اول ما العفريت يمسك في اكره الباب خليه يمسك الاكره. العفريت قاعد في الاوضه ماشي عمال يمشي شنط يشرب ميه يمشي شربات يزغزغ الناس فجاه حرك الاكره راح جه عصام مسك الاكره قال انا مسكت العفريت مسكت راح مطلع مسدس بتاعي طخ 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 الحمد لله خلصنا من العصام بالاكره الحمد لله رب العالمين كده يا جماعه نعرف الشغل بقى مزاج واللي عايز يبات بقى يبات في الامان مفيش عفاريت في الفندق بعد النهارده. جه بقى صاحب الفندق يوميها ايه ده بقى انت كل يوم كسر لنا باب طب انا هوريكم راح جاب طوب وسد الاوضه يلا خلاص يلا يلا بقى شوف بقى تكسروا لنا البيبان ازاي بعد كده. اللي انا بقوله ده هو مثال لتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن اللي اسمه اميون كومبلكس. اسمه ايه؟ اميون كومبلكس 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 يعني انتيجين انتي بودي وحاجه ماسكه ماشي في الدم سوليبل اميون كومبلكس. طب هو سوليبل ليه؟ بس الانتيجين ممكن يبقى درج ممكن يبقى فيروس ممكن يبقى انون انتيجين ماسك فيه سوليبل انتي بودي مع الكومبلمنت بس الكومبلمنت مش عارف يمسكه كويس. معايين شايفيني ماشي في الدم ده العفريت اول ما الكومبلمنت مسكه من رجله بص 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 راح جايبه على البلاد فيسل وول. حلو الكلام كده الانتيجين انتي بودي اميون كومبلكس على البلاد فيسل وول تروح جايه الكومبلمنت الايهات. حد فاكر الايهات هم مين؟ اتنين ايه؟ اربعه ايه؟ تلاته ايه؟ خمسه ايه؟ يا نيوتروفيل مسكت الانتيجين وثبتينه على البلاد فيسل وول راح جايه لك النيوتروفيل اقوى خليه في الجلد وتطلع البروتيوليتيك انزايمز بتاعتها فتدمر لي البلاد فيسل وول تعمل لي فاسكولايتس ودامجنج للبلاد فيسل وول يطلع الريد بلاد سيلز بره. هل البليتلتس هيسيب الدنيا كده خالص؟ يروح جاي البليتلتس يقفل الدامج اللي في البلاد فيسل وول. لا مش كده بس راح قافل لك البلاد فيسل وول كله. يحصل ايه؟ ديستال يحصل اسكيميا ديستال يحصل نكروزز ديستال يحصل اورجان فيلير او سيستم فيلير. ده تايب 3 هايبر سنسيفيتي ريأكشن اللي هو الفاسكولايتس. اهو ماشي سوليبل انتيجين انتي بودي في الدم جه الكومبلمنت راح ماسكه كده بقى انتيجين انتي بودي اميون كومبلكس. تعالى لي بقى عشان اروقك على البلاد فيسل وول. جه على البلاد فيسل وول نادالي النيوتروفيل جات النيوتروفيل هتطلع الانزيمز بتاعتها البروتيوليتيك انزيمز بتاعتها قصدها شريف عايزه تدمر الانتيجين صح؟ فتروح مدمره لي البلاد فيسل وول تعمل لي فاسكولايتس ودامجنج للبلاد فيسل وول ويطلع منها الريد بلاد سيلز في الجلد تعمل لي بيربرا. تيجي البليتلت تروح قافله لي البلاد فيسل وول فديستالي يحصل لي اسكيميا وممكن جانجرين. ادي تايب سهل تايب سريع بسيف ريكشن. شفت المناعه حلوه ازاي؟ سهله بالكرتون وال طيب تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ريكشن ده بسميه ديلايد. ايه حكايته؟ في حد عندها حساسيه من باودر كريم بيرفيوم
اكسسوارات ذهب. عندي حساسيه كونتاكت هايل. هنرفع يا باشا حكايه. حد عنده حساسيه من ذهب؟ عروسه لقطه. لما ان شاء الله برضه. تعال نشوف بقى الحكايه ايه. اول حاجه الديليد هايبر سنسيفتي رياكشن بيفسر لي الالرجيك كونتاكت درماتايتس، بيفسر لي حساسيه تلامسيه. And once sensitized، كمل كده، once يبقى ايه؟ always sensitized. عندك حساسيه من كذا هيبدا عندك حساسيه من كذا، عندك حساسيه من كذا عشان حلق، لو الميتال ده جه ان كونتاكت في اي حته في جسمك يعمل لك نفس درجه الحساسيه. تعال نشوف هنعملها ظريفه جدا. هتعدي تايب 4 هايبر سنسيفتي رياكشن بثلاث مراحل. المرحله الاولى انتيجين بروسيسنج اند برزنتيشن. انا بفسرها بالجزار. لو رحت خدت حته لحمه كده بالدهنه بتاعها مش لطيف، انما تخش على الجزار يمسك لك حته اللحمه ويشفيها لك ويحط لك مربعات وخدي شكلها حلوه. هي دي الانتيجين بروسيسنج اند برزنتيشن. تعال نشوف كده، احنا في الجلد يا جماعه، ده الابيديرمس وده الديرمس. تعال نشوف الحكايه. الانتيجين داخل الجلد which may be كريم، باودر، بيرفيوم، whatever. الانتيجين عشان يبقى انتيجين بجد بيمسك في ابيديرمال بروتين بقى كومبليت انتيجين. اوكي، انا حته كريم اتحطت على جلدك، اوكي امشي معايا واحده واحده. راحت جت الخليه الجميله جدا الدندريتك سيل اللي في الجلد اللي اسمها لانجرهان سيلز، ثلاث، عملت له بينوسايتوزز. يا سلام على الذكاء، ما عملتش فاجوسايتوزز، عملت له بينوسايتوزز. ليه؟ هنفهم حالا. عملت له بينوسايتوزز وحطته، حطت الانتيجين في بينوسيتيك فيزيكل. نقول تاني، الانتيجين دخل الابيديرمس، جت الدندريتك سيل الجميله المناعيه للانجرهان سيلز، عملت له بينوسايتوزز، خدته بالحضن فحطته ان بينوسيتيك فيزيكل. حلو قوي. ها اللانجرهانس حطاه ان بينوسيتيك فيزيكل. راح جه السيتوبلازميك اورجانيل بتاعها اللي اسمه اللايزوزوم لزق فيها، بقى اسمه بينو لايزوزوم. طبعا اللايزوزوم في انزيم اسمها ايه؟ لايزوزوم الانزيمز. حلوه قوي. ادي بينو لايزوزوم. اللايزوزوم هيطلع اللايزوزوم الانزيمز تعمل بارشيال دايجيشن للاكل. بارشيال دايجيشن ليه؟ انا مش عايز اكله، انا مش جعان، انا بادي وظيفه، عملت انتيجين بروسيسنج، افقدته الانتيجينيست بتاعته، عملت بارشل ديجيشن، وما تبقى من الانتيجين علقته على الهالدي ار مليكيول. ادي انتيجين ايه؟ ها بروسيسنج اند بريزنتيشن، ما زلت في الجلد. طيب المرحله الثانيه اسمها سنسيتايزيشن. انا في الجلد هروح للليمف نود عشان انادي التي سيلز، عشان انادي الانبرايم تي سيلز، انا انادي الفيرجن تي سيلز، الانسنسيتايز تي سيلز. انا هتروح عن طريق ايه؟ الليمف فيسل. يلا ربنا معاك يا لانجرهانس. اللانجرهانس مشي من الجلد راح للليمف نود، لقى التي سيلز نايمه. يا تي سيلز، يا تي سيلز، انا معايا انتيجين قرفنا في الجلد، لو سمحتي. قالت لها في ايه؟ قالت لها تعالي بس شوفي لنا الانتيجين ده، قرفنا جدا ان كل شويه جلنا. ظهر الست جايباه من بورسعيد، فكل شويه تحط يعملها حساسيه. راحت ايه؟ التي سيلز بقى ايه؟ ها؟ سينستايز تي سيل، جاي وراكي اما اشوف الانتيجين ده ايه؟ اهو. ده حصل سينستايزيشن. اسال سؤال، مين في جلده دلوقتي سنسيتايز تي سيل؟ ولا واحد الا اللي عندها حساسيه او اللي عنده سرطان. التي سيل مش موجوده في جلدي، مكانها فين؟ في الليمف نود. امتى تنط على الجلد؟ لو عندك حساسيه. امتى تنط على الجلد؟
في حاجه اسمها كوتينيوس تي سيل لمفوما برضه جايه على الجلد من الليمف نود. معايا؟ يبقى كلنا ما فيش عندنا تي سيلز الا اللي عنده حساسيه او اللي عنده كوتينيوس تي سيل لمفوما. حلو قوي. ده التي سيلز. دي المرحله الثانيه. يبقى اول مرحله اسمها ايه يا شباب؟ انتيجين ايه؟ بروسيسنج اند برزنتيشن. ثاني حاجه سنسيتايزيشن. ثالث حاجه مش احنا بنقول بتفسر لي الالرجي كونتاكت درماتايتس. اه تعال نشوف الحكايه. بقى عندي في الجلد دلوقتي ثلاثه سيلز. السيل الاولانيه هي الكيراتينوسايت. كل الابيديرمال سيلز فيها كيراتينوسايت. كل الابيديرمال سيلز ليفنج وديد فيها كيراتينوسايت. فدي موجوده طبيعي عندنا كلنا وعند العيان. اللانجرهان سيلز موجوده عندنا وعند العيان. الجديد عند العيان ايه؟ اللي مش عندنا يا جماعه؟ ها؟ التي سيلز قاعده دلوقتي في الجلد. والتي سيلز في الجلد عشان تشتغل ما تشتغلش ببلاش. عايزه محتاجه على الاقل تو سيجنالز. هي جت وقاعده. شغلني بقى. ماشي. مع السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين كانت الست حطت نفس الكريم، حطت نفس البودر، حطت نفس البرفيوم. اوكي حطته خلاص. انا بقى التي سيلز موجوده صح. تعال نشوف يحصل ايه. مع السكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين هيجي اللانجر هاند سيلز يقول لها اهو اهو يا تي سيلز اهو الانتيجين اللي جبتك عشان موجوده اهو اهو ادي الاول سيجنال ويطلع لها انترلوكين 1. يلا تي سيلز انا اديتك لواحد اتنين سيجنال يلا اشتغلي اهو. والكيراتين سايت تعمل معاه واجب تروح تطلع لها برضه انترلوكين 1 برضه تطلع لها حاجه اسمها سي اس اف بس مش سي اس اف بتاعنا ده الجرانيولو سايت مونو سايت كولين ستيمليتنج فاكتور. اوه التي سيلز عايزه اتنين سيجنال تو بي اكتيفيتد انا بدي اربعه. تقوم بس بقولي بقى فين بقى الانتيجين ده؟ فين؟ تروح مطلعه بقى التي سيل اللي عمل لها اكتيفيشن انترلوكين 1 هي تطلع 2 و3 و4 وتيومر نيكروزنج فاكتور وانترفيرون. انترلوكين 2 لوحده هيعمل لي 2 سيل بروليفريشن واكتيفيشن. يا نهار ابيض بص بقى قد ايه؟ بقى جيش. طب البروليفريتنج تي سيلز دي هتعمل ايه؟ هتطلع برضو انفلاماتوري ميدييتورز تعمل لك انفلاميشن تعمل لي الرجي تعمل لي ايتشنج. النت ريزلت هيحصل لي ما يسمى بالسبونجيوزز. عارف يعني ايه سبونجيوزز؟ تقعد بالله عارف يعني ايه سبونجيوزز؟ جدعه انتر سيلولر اديما وده بيفصل الفيزيكلز في الاكزيما. سبونجيوزز سيل انجري اند سيل ديث هو ده الحساسيه. اند ثانك يو دي المحاضره الاولى المحاضره الاولى. ثانك يو فيري ماتش. انا دايما بحب اسهل العلوم كده واخليها بسيطه. Is it nice؟ نخش على الثانيه. ثانية لا اخش لها اكزيما.